بنشوف ابو رشيد، انت الحين تكلمت عن الحاره ودور العمده، الان ابو رشيد بيتكلم عن دور الشيخ ودور ابو رشيد. من اول جاء مشاكل بين اثنين، أيوة. تروح للمحاكم على طول ولا للقضاء ولا اول 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 تحل بكل بساطه. اولا انهم متفاهمين، وثانيا انهم يستقبلون النصيحه اللي تجيهم. هل هي لو تنصح الرجل قال لا انت عدو ما انت صديق، وانت ناصحه وصالحه وكل شيء تغير. انا اذكر لك اثنين تهاوشوا على ناقه، الوشم واحد وشكله واحد ولونه واحد، وكل يقول لي، وقام حديهم وشتم الثاني، قال ما يسوى انك تشتم عشان ناقه، لكن بنروح للعارفه وعليك الله ومن الله ان قال لك انه سمحين بهالخاطر. بس ابيله قال لي يسمح بهالخاطر، ومشوا جميع للعارفه متشطرين شوي يعني. دخلوا لمر خصيم ابو جويد رحمه الله عليه، خصيمه يعرفه والعارفه صديق له، قام وسلم عليه سلاما حار وحطه على الشداد. يوم تقهوى ودارته قهوة ابو جويد ما يعرفه والعارفه، يسمع ابو ولا يعرفه. العارفه من هو؟ سم؟ في ناس ما تعرف وش يعني العارفه. العارفه عباره عن قاضي يامرهم كلهم يطيعونه ويدبرهم وينفذون كلامه. يوم تقهوى وهدات الجلسه قالوا شو مزيننا بعينك؟ ينشد صديقه هذا، قال والله دائما انتم مزينين، لكن بو موضوع بيني وبين فلان نبي نحله على يدك، علشان ناقه هم لي ولا له؟ من عندك نثور؟ نطلع من عندك الناقه لي ولا له؟ قال وينه خصيمه؟ قال لي جالس هناك. لما راح عليه له قبع قال هالوجه السفر ما يعرف ابو جويد هو. ويوقف ابو جويد ويمشي لما قرب لهم. قال الوجه السافر لا بغيته تلقاه بخزنة الفضيل اللي جماله باهر، ومانا ابو جويد وجه ذيب مخيب الطليب اجر من بعنه مجدور. ويقمز العارفه يخم ويحب عينه خشمه، قال ابيك تسامح عن ابو جويد، قال والله ما قلت ظلم ولا قلت كذب، كلامك صح لكن انا علمتك بحقيقتي، قال قبل تطالبون وقبل يبدر منكم كلام انت ويا خويك، الناقه لك من هالمكان ومعها ناقته من عندي. يا سلام. وقال كثر خيرك انتهينا. قاموا وتقاربوا اليدين ورجعوا لاهلهم. لما خصيم ابو جويد عنده ناقه العازلين يبون يثورون الظهر يحلبونها للوغدان، هو يطرز عقاله ويحط عقاله برقبته ويقود. لما جاء ابو جويد قال يا ابو جويد هذه هديه من عندي، ابيك تقبله عن شتمتي لك. قال يا لله العجب، الحين عازل لعيالك تبي ثورها الظهر وتحلبها لها؟ ما انا لو هي عندي اعطيتك اياها لعيالك منيحه، والله ما تبرس محلي ولا اقبلها ابد. البنت اللي هو مدح صادت الخبر انه مادح ابو الشمر وروحي جمل وعليه تمن مع مندوب ومع ذلول انت باريه. قال سلم لي على ابو جويد تقول والبنت هذه يوم الناس يتعاملون بالطيب، ترى الجمل هذا له هدية مني هو الحملة اللي على ظهره علشان انه مدحن بالمجلس. وزانت امورهم على كلمة الشيخ، والحين اكود محاكم وشهود وعدود ومزكين وتاخذ طول السالفة، لو هي شبحي خذت شهرين ما انتهى.